أحسن الله إليكم. نأخذ الأخ أحمد من جدة، تفضل يا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا؟ حياكم الله. الله يحييكم ويبارك فيكم يا شيخ، يعلم الله أن نحبك في الله يا شيخ. جزاكم الله خيرا. الله يحفظكم يا شيخ. بالنسبة لما يقوم به بعض الناس باعتصامات عند الديوان الملكي والدوائر الحكومية، ما حكمه الشرعي يا شيخ؟ ولا هذه وسيلة مجدية؟ طيب، هذا صدر في قرار من هيئة كبار العلماء أنه لا يجوز المظاهرات والاعتصامات وليست من عمل المسلمين، وفيها مضرة وفيها معصية لولي الأمر وفيها تشويش، لا تجوز. والذي له حق يطالب به بالطرق الشرعية، لا يطالب به بنظام الغرب ومظاهرات الغرب، وهذا ليس من مما شرع في الإسلام، بل هو مما ينهى عنه في الإسلام، لأنه تشويش ومعصية لولي الأمر، وقد يصاحبه تخريب وإضرار بالناس وبنفس المتظاهرين. نعم.